السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بطلاب الصف الخامس ابتدائي، نرحب بكم في بداية العام، ونحن الآن في كتاب وي كان 3 صفحة 2 و3. حنقدم الآن في هذا المقطع للطلاب اللي هو الانترودكشن، مقدمة موجودة في صفحة 2 وصفحة 3. Introduction اللي هو المقدمة كما ذكرنا. Classroom English. Classroom English في أوامر وأشياء أثناء الفصل أثناء الحصة علشان يفهمها الطلاب، يسمعونها معلمهم يفهمونها. رقم واحد، طبعا listen point، الطالب سوف يستمع ويؤشر على العبارة أين هي. رقم واحد، good morning, welcome to class. Good morning, welcome to class. Good afternoon. أيا كان الوقت، welcome to class، مرحبا بكم في الدرس أو في الحصة. Let's play a game. Let's play a game. المعلم يقول let's play a game، يشرح لهم عن طريق لعبة معينة. الطلاب يردون good idea. Good idea. فكرة جميلة. رقم اثنين، watch me. الأستاذ يقول watch me، يعني انظروا إلي. طبعا حنعيدها مرة مرتين ثم نسمعها في تراك ثم نعيدها مرة أخيرة حتى يفهم إن شاء الله الطلاب. رقم ثلاثة، make pairs، في أمر الطلاب يسوون اللي هو ثنائي لكي يشتغلوا مع بعض في التمرين. نمبر 4، let's start. Let's start. Let's start. دعونا نبدأ. Number 5. Okay, stop. Okay, stop. جيد أو تمام، توقفوا الآن. Number 6. Are you ready? Are you ready? هل تستعدون لكي يبدأ التمرين؟ Number 7. Let's do it again. Let's do it again. دعونا نفعلها مرة أخرى. One more time. ولو لمرة أو لمرة واحدة. Number 8. Please listen to me. Please listen to me. Please listen to me. لو سمحتم استمعوا إلي. يعيد الطالب ويكررها حتى يفهمها ويعرف أن ينطقها. بس يعني تعود عليه إذن. Wow. Good job. Wow. Good job. رائع. عمل جيد. Let's finish. دعونا ننتهي. Let's finish. العاشرة والأخيرة عبارتين. You were great. You were great. كنتم عظيمين. كنتم يعني مرة ممتاز. الطلاب يقولون goodbye. إلى اللقاء. نعود من الأول ونستمع إلى التراك. أنا رقم واحد. Morning. Welcome to class. Let's play a game. Good idea. 2. Watch me. 3. Make pairs. 4. Let's start. 5. Okay. Stop. 6. Are you ready? 7. Let's do it again. One more time. 8. Please listen to me. 9. Wow! Good job! Let's finish. 10. You were great. Goodbye. كذا انتهى. نعيدها مرة وللمرة الأخيرة، والطلاب يؤشرون ويكررون كثير علشان يفهمونها. Good morning. Good morning. Good afternoon. أول كان مثلا مساء الخير. Welcome to class. Welcome to class.
Let's play a game. Let's play a game. Let's play a game. يعني نلعب لعبة. يعلم عن طريق اللعب. Good idea. Number two, watch me. Number three, make pairs. يأمرهم يسوون ثنائي. Number four, let's stop. Let's stop. Number five, okay, stop. Number six, are you ready? هل أنتم مستعدون؟ Number seven, let's do it again. دعونا نسويها مرة ثانية. One more time. في واحدة أخرى. Number eight, please listen to me. Please listen to me. استمعوا إلي لو سمحتم. Number nine, wow, good job. Wow, good job. Let's finish. Let's finish. Number 10. You were great. You were great. Good one. هذا درسنا. نتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في مقطعنا.